السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وهذا البث الاستثنائي، بث استثنائي لنقل حدث استثنائي تكريما لقامتين رياضيتين هما أيضا قيمة استثنائية في تاريخ الإدارة الرياضية عامة والنادي الأهلي على وجه الخصوص. لقائنا مع حضراتكم النهاردة لنقل وقائع تكريم الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنح الاثنين من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي قلادة الأهلي الذهبية. الحقيقة حدث مهم جدا يحتضنه الآن معهد الموسيقى العربية في شارع رمسيس، تقديرا وتكريما لهاتين القيمتين الكبيرتين. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان قد اتخذ قرارا قبل أيام بتكريم الكابتن حسن والدكتور حسن. عشان كده مع حضراتكم اليوم في هذا البث الاستثنائي الذي يسعدنا أن يصحبنا فيه الناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز الأستاذ محمود صبري مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم الرياضي. أهلا بك يا أستاذ محمود. منور الدنيا. أنت ضيف استثنائي كمان. عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ مبارك، الحمد لله رب العالمين. ايه بقالنا فتره ما شفناكش. معلش ظروف الحياه. الظروف. احنا متابعينك بس يعني. انت جايب القلاده الذهبيه. جاي على تقيل يعني. بدايه انت تابعت طبعا وانت متابع الاهلي منذ سنوات بعيده. فكره انه استحداث مجلس الاداره لوسام خاص بقيمه القلاده الذهبيه. الناس اول مره سمعته لما مجلس الاداره منح هذه القلادة للدكتور أو المستشار محمود فهمي تقديرا لعطائه الجليل في النادي، والمرة دي للحسنين، كابتن حسن والدكتور حسن. والدكتور حسن. يمكن عاوز أقول لك اللفتة وكانت مفاجأة القلادة الذهبية دي. يعني إيه الأهلي دايما بيحطك في حتت كده يفاجئك بيها. ماشي، الناس بتتكلم عن الرأس الشرفية ومش عارف ايه، المفروض ياخد تمنح لكابتن حسن وتمنح لدكتور حسن مصطفى. صحيح. القيمة الكبيرة. فجه الأهلي راح مفاجئك بفكرة كده حلوة جميلة جدا، وراح مكرم بيها قامات بقى في القضاء، والمستشار محمود فهمي. وما ادراك المستشار محمود فهمي؟ صحيح. يعني صحيح. تقول عليه زي ما انت عايز في الاهلي، مستشار اسامه قنديل وكل المجموعه اللي قامت بدور كبير جدا في عمل اللائحه وشاركت فيها مشروع اللائحه. مشروع اللائحه كبير جدا. لما تم التكريم الاخير بتاعنا اللي مكرم فرقه الكوره والتكريمات اللي تمت بصوره ايجابيه، في ناس قاعده تقول لك حسن حمدي. بدات ناس يعني ايه شايف الهمهمات كده، والناس بتبص حاجه. على ما يبدو انه الرساله يعني اصلا كانت موجوده. ولا يعني الطرح موجود، بس اختيار برضو التوقيت برضو والوقت المناسب وحسابات تانية برضو لما كرم حد يعني من وجهه نظر بقيمه حسن حمدي الرئيس التاريخي للنادي الاهلي، لابد من تكريم استثنائي. لابد من تكريم استثنائي طبعا. مع كمان تكريم الدكتور حسن مصطفى، قيمه كبيره جدا، دوليه كبيره، وضعت مصر وحطت مصر النهارده رئيس الاتحاد الدولي 20 سنه، والنهارده تم كمان التجديد ليه. صحيح. يعني اكيد الناس اللي بره دي بتفهم. 20 سنه رئيس الاتحاد الدولي بينهم دورتين مثلا في التزكيه. انا بقول لك طبعا اكيد الناس اللي بره دي عندها فكر يعني شوية. تختار يعني شويه يعني بتعلموا مننا يعني. انت عارف اللي عندنا هنا عندهم بعد ثالث ورابع في وجهه النظر يعني والكلام. فالنهارده حاجه مهمه جدا. حسن حمدي لو قعدنا نتكلم عنه بامانه شديده مش هتديله الحق اللي هو يستحقه على ما قدمه. أيوة. اولا للنادي الاهلي. ايوه. للاهرام كمؤسسه الاهرام. الاهرام انا هاجي لك عليها طبعا. ماشي. للرياضه بصفه عامه. نقلات مهمه جدا في المسار، نقلات. صحيح. وعروق يعني والقيم والرعايه. من لا شيء الى شيء الى 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 تخطينا مرحله دلوقتي نحكي في مليارات، ما كناش. أيوة. نحلم ان احنا نوصل، كان اقصاها 3 مليون و45 الف جنيه و15 الف جنيه و20 الف جنيه. فحسن حمدي زي ما تقول تاريخه من وقت ان دخل النادي الاهلي وهو عمره 13 سنه. حتى لم يتغير حسن حمدي على مدار تاريخه، حتى عندما انتقل من الناشئين الى صفوف الفريق الاول وتدرج في المناصب عضو مجلس اداره ثم من الصندوق ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا في 2002. وعلى مدار حتى 2014 هناك قصص وحكايات ومواقف تروى عن مشوار هذا الرجل من وجهه نظر الكبير القيمه والقامه حسن حمدي
انا استطيع ان اقول حكايات كثيره جدا اتكلمها في المشوار، وان شاء الله في الحلقه دي تكون فيها حاجه. هقول لحضراتكم ليه الكابتن حسن حمدي قيمه استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي. اعتقد هذا التكريم في هذا التوقيت في هذا المكان كمان معهد الموسيقى العربيه في واحد من اماكن التراث الموسيقي المصري العريق، فيحتضن هذه الاحتفاليه الكبيره. من المؤكد ان فيها تفاصيل كبيره، هنروح الى مقر الاحتفاليه مع الزميل فاروق صلاح والزميله سالة حامد. فاروق مساء الخير. كل الشكر ليك يا استاذ ابراهيم، طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود صبري، وطبعا برحب بزميلتي العزيزه سالة حامد. كل التحيه ليك يا استاذ ابراهيم، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك قلت، احنا موجودين في معهد الموسيقى العربيه، واحد من الاماكن التراثيه اللي بنعتز بيها وبنفتخر بيها في مصرنا الحبيبه النهارده، لمنح اثنين من ابناء النادي الاهلي العظام والقامات الكبيره في المجال الرياضي اللي أثروا الحياة الرياضية وكانوا نموذج للعطاء، هو طبعا الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. وزي ما جماهير النادي الأهلي كتبت وقالت من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا، هو ده المجد اللي احنا بنعتز بيه، وهو ده المجد اللي احنا اكتسبناه من قامات كبيرة جدا. أعتقد يا سالة النهاردة نموذج كبير جدا للعطاء دكتور حسن مصطفى الكابتن حسن حمدي، ان النادي الاهلي بيمنحهم القلاده الذهبيه كاعلى وسام داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. اكيد يا فاروق، طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد برحب بيك يا استاذ ابراهيم والكاتب الصحفي طبعا الاستاذ محمود صبري، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت بالفعل يا فاروق، حاليا احنا متواجدين داخل معهد الموسيقى العربيه، ويمكن كلنا متواجدين هنا واحنا حاسين يعني بفخر كبير جدا طبعا بسبب انتمائنا لكيان كبير طبعا زي النادي الاهلي. يمكن النهارده ان شاء الله يعني الاحتفاليه الكبيره والحدث الكبير تكريم طبعا اثنين من رموز واساطير النادي الاهلي الكبار، يعني سواء طبعا يعني كابتن حسن حمدي او الدكتور حسن مصطفى، وطبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيمنحهم النهارده ان شاء الله قلاده النادي الاهلي الا ذهبيه، تقديرا لعطائهم الكبير طبعا على مدار السنوات الماضيه داخل جدران النادي الاهلي. يمكن طبعا خليني فاروق اقول لك في البدايه واقول لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد لاستاذ ابراهيم وضيفه الكاتب الكبير طبعا الاستاذ محمود صبري، انه النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يعني يوجه دعوه كبيره او دعوه يعني بشكل رسمي ليه يعني الكثير من الحضور، يعني طبعا سواء يعني عدد كبير من وزراء السابقين والحاليين على راسهم طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكمان يعني النجوم السابقين ورؤساء يعني الاتحادات الرياضيه، كل دول النهارده ان شاء الله هيكونوا متواجدين النهارده في الاحتفاليه وفي التكريم لاثنين من يعني اساطير النادي الاهلي، دكتور طبعا حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. بالفعل زميلتي العزيزه سالة حمد، النهارده يوم في حب النادي الاهلي ويوم اعتراف بالجميل للاثنين الاساطير والقامات ونماذج العطاء، سواء الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. وزي ما استعرضت الزميله العزيزه سالة حمد في ان النادي الاهلي وجه دعوه لعدد كبير جدا زي ما استعرضت سالة للوزراء السابقين والحاليين، ايضا تم توجيه دعوه لعدد من رؤساء يعني الصحف وايضا القامات الاعلاميه والصحفيه والقامات القانونيه، وايضا توجيه الدعوه للمهندس سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه الاستادات، والاستاذ او الكابتن محمد المرجان العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه الاستادات، ايضا موجود المستشار محمود فهمي اول من منح القلاده الذهبيه للنادي الاهلي. اعتقد يا سالة يوم بيبقى يوم مهم جدا لينا ان احنا بنفتخر وبنعتز بانتمائنا للنادي الاهلي. ايضا يا استاذ ابراهيم النهارده هيقدم الحفل النهارده اللي هيبقى فيه فقرات كتير جدا متنوعه بنوعد بيها كل جمهور النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي هو الكابتن احمد شوبير. اكيد يا فاروق زي ما انت قلت النهارده ان شاء الله طبعا اللي هيقدم الحفله الاعلام الكبير والكابتن الكبير طبعا كابتن احمد شوبير. يمكن طبعا خليني يا فاروق اكلمك شويه طبعا عن تاريخ دكتور حسن مصطفى. يمكن طبعا دكتور حسن مصطفى طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي ومن رموزه طبعا اللي اعطى يعني النادي الاهلي الكثير يعني داخل جدران النادي الاهلي على مدار يعني السنوات. يمكن طبعا خليني افكر الساده المشاهدين كمان وافكرهم يعني انه الدكتور حسن مصطفى هو كان لاعب يعني في الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، وبعد ما اعتزل كان المدير الفني للفريق الاول لكره اليد، وبعد طبعا يعني ما انتهى من فتره التدريب كان يعني رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وبعديها كان المشرف العام للجنه الاولمبيه المصريه، واخيرا طبعا وحاليا هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد من سنه 2000 حتى الان، يعني تقريبا نقول يعني 20 سنه لمده 6 دورات متتاليه. بالظبط يا سالة،
يعني على الجانب الآخر الكابتن حسن حمدي القيمة والقامة الكبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي منذ أن لمست قدماه للنادي الأهلي ودخوله النادي الأهلي في أوائل السبعينات، ثم يعني مرورا يعني تدرج داخل جدران النادي الأهلي من لاعب لمديرا للكرة ثم عضو مجلس إدارة ثم أمينا للصندوق ثم وكيلا ثم أخيرا وليس آخرا وما زال للتاريخ بقية وما زال للحديث بقية حينما تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وحقق النادي الأهلي مع الكابتن حسن حمدي 25 بطولة متنوعة ما بين بطولات محلية وبطولات قارية، ووصل معاه النادي الأهلي للعالمية وتحقيق الميدالية المركز الثالث. نماذج للعطاء يا أستاذ إبراهيم، النهاردة النادي الأهلي بيكرمهم داخل واحد من يعني الأماكن التراثية زي ما حضرتك استعرضت، والكاتب الكبير طبعا الأستاذ محمود صبري، نماذج للعطاء وهو ده النادي الأهلي وهي دي أبناء النادي الأهلي وهو ده اللي احنا بنقول عليه جيل بيتوارثها ومبادئ بتتوارثها أجيال بتتعاقب هذه الأجيال. احنا موجودين معاك يا استاذ ابراهيم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق، هل اكتمل حضور الحفل ولا لسه؟ فاروق، هل عدد الحضور اكتمل ولا لسه؟ طيب، شكرا للزميل فاروق صلاح والزميله سلا حامد، وهنرجع لهم تاني لمقر الاحتفال. استاذ محمود، يعني بدايه مسيره الكابتن حسن حمدي تقريبا مفيش منصب في كره القدم باستثناء العمل الفني طبعا الا وكابتن حسن كان له بصمه فيه. بالمناسبه هو الرئيس ربما الابرز في تاريخ النادي الاهلي اللي هو ناشئ النادي الاهلي، كابتن صالح لاعب الكره الاول في رئاسة النادي لكنه كان جه النادي الأهلي في سن أكبر شوية. كابتن حسن حمدي بدأ مسيرته ناشئ في مدرسة الكرة في النادي الأهلي 12 سنة وتدرج لاعب في الفريق الأول، كابتن للفريق، يعتزل مدير للكرة، يتولى إدارة الكرة في 79، وكانت فترة مهمة جدا لأنه بيعتبر أهم من تولى إدارة الكرة في النادي الأهلي في صياغة اللوائح ووضع النظام لكرة القدم. سبحان الله، ما دي حاجات برضو يعني وديته في حتت في المواقف. انا عاوز اقول لك من رصد التاريخ مشوار كابتن حسن حمدي في تاريخ ميلاده 2/8/1949 كان الاهلي توج لاول مره بالثنائيه في الدوري والكاس، جمع بين الاثنين. دي من الحاجات يعني يوم ولادته الاهلي جمع بين الدوري والكاس يعني ايه في رصد بقى وش حسن وش حسن يعني دي حاجات اللي الصغيره اللي يعني من المفارقات برضو يعني هو لما انضم ودخل للنادي الاهلي في سن 13 سنه وتدرج في الفرقه حتى صعد للفريق الاول عنده 17 سنه وحصد مع النادي الاهلي درع الدوري 4 مرات في فترة السبعينيات وكده. ايوه، الإصابة والقدر تدخل في وقت مهم جدا على فكرة، بالنسبة 27 28 سنة في ظل يعني لسه وكانت بدأت تطلق عليه ألقاب بقى وزير الدفاع وزير الدفاع من نجم الصحافة والإعلام رحمة الله عليه الأستاذ نجيب المستكاوي. وكثير من نجوم الإعلام وقتها، الاستاذ مجيد نعمان وغيرهم كان في طرح مهم جدا على ظهور نجوميه الكابتن حسن حمدي في اللحظات دي. بعد الاصابه لم يكن احد يتوقع انه حسن يتحول التحول بقى النقله الثانيه اللي هي الاداريه، اللي هي كانت المفاجاه واكتشاف بقى الشخصيه اللي هي تقدر تبني عليها القيمه الكبيره جدا. كانت نقله كبيره جدا لانه في النهايه افرزت واثمرت للاداره الرياضيه في مصر واحده من النوابغ الكبار. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الكثير من التفاصيل عن الحسنين، الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم هذه التغطيه الخاصه للحدث الكبير وتكريم مجلس إدارة النادي الأهلي للرمزين الكبيرين الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التاريخي، وهو تاريخي بمعنى الكلمة. دكتور حسن مصطفى يجلس على قمة هرم كرة اليد في العالم لمدة 20 سنة ويزيد، وآخر دورتين نجح فيهم بالتزكية، وده الكابتن حسن وده الدكتور حسن يا أستاذ محمود. القيمة الإدارية للنادي الأهلي، يعني دي برضو النقطة اللي يجب التوقف عندها، أن احنا مدرسة إدارية في الرياضة المصرية متميزة بشكل معين، ليها سماتها وليها صفاتها وخصائصها بتقدم للرياضة المصرية. يعني الكابتن حسن حمدي
ابن كرة القدم منذ كان ناشئا في النادي، مدير للكرة، ثم يترأس النادي من 2002 بعد وفاة الكابتن صالح سليم ل 2014، ويحصل الأهلي فيه على اللقب الأغلى تاريخيا، أكثر أندية العالم تتويجا. يعني كابتن حسن حمدي سلم الراية في مارس 2014 والأهلي ب 19 لقب قاري، كان الأول عالميا من حيث التتويجات الدولية. إنجازات كبيرة وتكريمات، رأيك إيه؟ لا، في مدرسة الأهلي، مدرسة في الإدارة مش في البطولات. خلي البطولات، اركن البطولات كده على جنب وتعالى. لم تأتي هذه البطولات من فراغ، إنما مدرسة الإدارة. إنما مدرسة دايما بيقال عليها صحفيا الأهلي ترس. أي حد بيدخل جوه الترس بيدور، بيشتغل معاه. يعني ما فيش فلان غاب فالنادي يقف. ما فيش حد صاحب فضل على الأهلي أبدا. الأهلي هو صاحب فضل على الكل. من أول ما نشأ الأهلي كل واحد، أي حد وصل لأي مرحلة، البطل هو الحقيقي هو النادي الأهلي. صحيح. ودي يمكن هقف معاك سنة وأقول لك ترجمتها في فترة مانويل جوزيه. دايما كان يقول لك وظهرت بقوة هي الكل في واحد. كل ده لازم يزول، وذاك ما كنتش تشعر رغم أن الفريق مليء بالنجوم لكن النجم هو الأهلي، هو النجم اسم الأهلي، ما فيش حد يستطيع أن يخرج. هذا هو كلمة السر. الحياة مانويل يعني رسخها قوي في في المرحلة دي، وصل لعيبة كبار. ما كانش يقدر يدير النجوم دول إلا بكده. لا، سيطرة قوية وشخصية، ودي على فكرة دي هي مصدر قوته ونجاحه. كان بالزبط. شخصيته القوية وامتلاكه وإقناعه، وحتى الكبار منهم كان يعملوا ألف حساب إمتى يكشر وإمتى يضحك. وتقدر تقول في مانويل حواديت وقصص كثيرين، يعني بعض الجهلاء من يحاول ان يصور ويقلل من تاريخه، مالوش تاريخ بره وجوه، لكن واحنا عايزين تاريخه جوه. احنا ماله ماله انه فشل في ايران، فشل شل يكون فشل في يقول لك اصل ما عملش حاجه في انجولا. ما خلاص، طب ده كده انت تدور على كلمه السر برضه عشان تعرف انت كده بتدي. يقول لك اصل ما نجحش الا في الاهلي. طب ماشي، ما انا عايز ينجح. مش عارف، طب ينجح بره ويجي يقع في الاهلي. فاللي انا عايز اقول لك انه مدرسه الاهلي الاداريه اللي ترعرعت ونشات وحط اللبنه الاولى، ممكن هنقول على الاقرب لينا اللي هو التتش رحمه الله عليه. صحيح. ومن التتش اخذ ونهل وتعلم الراحل رحمه الله عليه الكابتن صالح سليم، اللي بيدين بالفضل دايما في عباراته وكلامه. اخذ وتحدث جدا عن انه التتش هو اللي علمه ووصله للمرحله دي. صحيح. ومن صالح جاء حسن حمدي. ومن صالح انا عايز اقول لك على حاجه، على العلاقه بين الاثنين. انا عندي كتايب كان بيطلع زمان عن اسمه الفانيلا الحمراء، بيرصد نتائج الناشئين في كل سنه. عارف انت فكره ان انت تحط حصاد الناشئين، فبيتكلموا على فرقه 14 سنه فيها الكابتن حسن حمدي، فبيسالوا هذا الناشئ حسن حمدي مين مثلك الاعلى؟ قال لهم صالح سليم. وعنده 14 سنه. شوف انت، بص راصد الهدف بتاعه وشايف رمزه مين. ما انا بقول لك دي حاجات ترتيبات القدر. يعني شوف انت التعبير، انا مثلي الاعلى مين؟ صالح سليم ثم تندرج ويصبح يجلس بجوار صالح سليم. وكانت العلاقه يعني اشهر نائب لاشهر رئيس. اشهر طبعا، لانه الحقيقه نجاحات مجلس الاداره في فتره تولي الكابتن حسن النائب كان بسبب هذا الثنائي اللي انت شايفه، كابتن صالح والكابتن حسن، ولولا اليور الامين. انا بكلمك، ولولا الامانه، التي وصلت لحسن حمدي، كان كثير جدا من المشاكل تعرض فيها النادي الاهلي. صحيح. لكن كان امينا في نقل كل شيء. ولم يحدث ارتباك في الاهلي الا عندما دخل البعض وتسلل محاولا ان يضرب هذه العلاقه بشيء او باخر، محاولا ولكنها بفضل الله لم تنجح. هذه المحاولات، وبقي الاهلي شامخا. صحيح. وبقيت الذكرى الطيبه باقيه. حسن حمدي مدرسه تعلمت في الجامعه الاولى وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه مش كوره وبس، الاهلي بيعلم حاجات كتير جدا. ممكن الناس اللي بعيده او اللي قربت شافت الفرق، انه في جهد وفي عمل وفي دولاب عمل بيسير على الجميع، ما فيش حد يستطيع ان يتخطاه. هناك درجات لابد ان تصعدها حتى تصل الى القمه اذا اردت. لا يستطيع احد ان يخطو خطوه واحده ليصل ما يريد. يبقى حسن حمدي دائما احد رواد هذه المدرسه التاريخيه. وضع الاهلي بفضل الاستقرار وفضل جهد كبير جدا في الفتره الذهبيه للاهلي اللي هي العشر سنوات، اللي استطاع النادي الاهلي افريقيا ان يتسيد ويسيطر، محليا استطاع ان يتفوق، وصل الى العالميه وحصوله على الميداليه البرونزيه في احد ابرز لقطات يمكن ظهور الانديه العربيه في فتره من الفترات. بطوله كاس العالم للانديه اللي دار حواليها كثير، غاب ظهرت ثم غابت ثم ظهرت.
لكن في مشوار حسن حمدي تحدث عن وضع اللوائح، تحدث عن مناقشة الشؤون الداخلية، تحدث عن ازاي يبقى في لائحة تناسب الجميع، التنظيم عامل ازاي، تشعر كأنه كان في مدرسة. يعني هذا الرجل تكتشف وانت تجلس على طاولة واحدة. نعم. عندما تجلس تكتشف نهر ربما تتوه فيه، ليس له زي ما بيقولوا شطآن، تستطيع يكلمك عن كل حاجة، دارس ودماغه في الحدوتة وبيطلع كلام ويقول كلام وبيرتب أفكار. ولذلك كان حريص جدا على أي منتدى، حريص جدا على أي طرح للدولة كانت بتطرح في الوقت ده على جمعيات على بتاع، إنه يبعت لو ما راحش هو بيبعت من ينوب عنه يمثل يطرح الفكر في ورقة صغيرة قد كده، كانت تبعت الهدف 1 2 3 4. حسن حمدي يعني من مدرسة كبيرة جدا، وهناك من تعلم منه وننتظر فيه. هو ده الميزة يمكن قال الكابتن محمود الخطيب في الكلمة الأخيرة اللي قالها في المؤتمر كشف الحساب، وهو سيحرج ويتعب من بعده في هذا المؤتمر، قال إنه مهم جدا إن احنا لابد من امتداد الروافد والحفاظ على الشباب وتواصل الأجيال. وتواصل الأجيال هو ده من الخطوات، واعتقد دي برضو من الحاجات اللي عملها الكابتن حسن، انه برضو قدم ناس كتيره جدا هيبقى لها شان ووضع في مستقبل الاهلي. صحيح. طيب كابتن حسن حمدي ابن مدرسه الكره في النادي الاهلي، ابن كره القدم في النادي الاهلي، فكان التدرج الطبيعي يعني بدايه العمل الاداري ان هو يبقى مدير للكره والكابتن صالح. بص العلاقه المرتبطه بين الاثنين، يعني كابتن صالح سليم عضو مجلس اداره، مبدئيا عضو مجلس اداره مشرف على الكره، كابتن حسن كابتن الاهلي ثم مدير للكرة. لما كابتن صالح نجح في الدورة الثانية اللي هي 80-84 دي أول دورة له، في سنة 84 بداية الدورة الجديدة اللي هي 84-88 عين الكابتن حسن عضوا بمجلس الإدارة، وبدأت مسيرة الكابتن حسن بمجلس إدارة النادي في صيف 84. ما خرجش منه إلا لفترة قصيرة جدا من فبراير لنوفمبر، اللي هي فترة بعد مجلس الكابتن وحش وقبل إعادة انتخاب الكابتن صالح، إلى أن مارس 2014 انتهت مهمة الكابتن حسن باللائحة إياها اللي وضعت من أجل إبعاد الكابتن حسن ومجلس الإدارة عن مقاليد النادي الأهلي، لائحة الثمان سنين واللي كانوا قائمين عليها أول ما قال لك هي اتحققت كده على حسن حمدي. بس هو الهدف كان اول ما خلصت قال لك هو ده كان الهدف. ناس تانية قعدت في رئاسه النادي ورجعت. طيب اذا كان الكابتن حسن بهذه القيمه الكرويه الكبيره والاداريه العظيمه، الدكتور حسن مصطفى ابن هذه المدرسه الاداريه المتميزه جدا بكل سماتها وصفاتها، يتدرج في كره اليد تقريبا ما سابش حاجه كابتن الدكتور حسن مصطفى في كره اليد الا عملها، لاعب، حكم، مدرب، إداري، رئيس اتحاد مصري، لجنة أولمبية، سكرتير لجنة أولمبية، ثم يقفز القفزة الكبيرة العملاقة من 21 سنة. لا قفزة كبيرة جدا على فكرة، رئيس الاتحاد الدولي لم يكن أحد يتوقع أن مصر تكون على قمة الهرم بهذا الصورة. لكن كان في حسن مصطفى نفس المنهج. أيوة. يعني انت لو شفت التاريخ كله بتاع مشواره في كره اليد. أيوة. وحتى الحاجات الكتيره جدا اللي عملها في كره اليد، وكان دايما يعني ايه بيصطدم مع النادي، كان دايما بيصطدم بالنادي الاهلي بالقرارات، يعني كتير غريب كتير جدا. يعني لو رجعنا للارشيف وحبينا نطلع الحاجات دي، الا انه ما كانش بيصدر من النادي الاهلي غير انه لما بتيجي التعليمات ممكن يبقى فيه اعتراض، لكن اعتراض بيبقى صوره بصوره مختلفه، ما فيهاش الصوره. أيوة. صوره لكن ده كان بيكشف على امانه الرجل في العمل الاداري. ما هو يعني ابن الاهلي ممكن يطلع قرار ضد الاهلي او يرى الناس ان هو ضد الاهلي، يطلعه الظهر وبالليل يسهر في النادي. طبعا يعني عارف انت العباره دي تنطبق كمان تنطبق على مين؟ على المهندس مصطفى. ايوه. في فتره من فترات، وعلى والده في فتره من فترات ما رضيش ينضم للاهلي. وكان موجود في الاتحاد الافريقي. صحيح. ماشي؟ برضه خد قرار لما قال ما وقفش، ما قالش والله يا اللي في الاهلي تعالوا الحقوا اعملوا كذا. برضه الناس اللي بتدير برضه عندها فكر، برضه احنا برضه عاوزين من الزاكه على فكره. طبعا. بس برضه الزاكه برضه اخوانك لكن اذكياء جدا. لا بنتزاكى في المساله دي، وكله قابل يخضع لنظريه المؤامره اللي احنا هنعيش فيها ومكملين فيها فيها على طول. حسن مصطفى حفر مكانه بالعرق والجهد ومجهود كبير جدا، راجل قيمه كبيره جدا عمل لكره اليد. من ينكر ما فعله الدكتور حسن مصطفى لكره اليد المصريه
وصلت، حتى لو كان في اخطاء، ما فيش انسان كامل، اي انسان عنده اخطاء وعنده هفوات وعنده كل حاجه يا جماعه، بس في فرق بين الحاجات اللي هي متعمده ان انا اخرب، وفي فرق ممكن باخد قرار، ممكن تشوفه قاسي، ممكن هو عنده فكر وجهه نظر مختلفه. لا، حسن مصطفى نجح، وحسن مصطفى حط كره اليد المصريه على طريق العالميه للمرحله اللي انت وصلت لها، ده ما جاش كده من فراغ. ولو الناس اللي بره شايفه في هذا الرجل ما عندوش امانه، والله ما يقعد لحظه. صحيح، ما يقعدش لحظه، لكن كمان الفاصل ما يقعدش لحظه. هنطلع لفاصل وبعده نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في هذه التغطيه الخاصه من معهد الموسيقى العربيه لتكريم رمزين كبيرين في الإدارة الرياضية، كابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي. ومعهد الموسيقى العربية الآن وصل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى مقر معهد الموسيقى العربية، هذا المسرح العملاق الحقيقة اللي بيبعث برسائل كبيرة جدا في استضافة هذا الحدث الاستثنائي. ما أنا بقول لكم استثنائي في كل القيمة، هذا المعهد معهد الموسيقى العربية أنشئ 1914. بصوا قيمة مصر وقيمة القوة الناعمة بتاعتها، مصر عندها تراث موسيقي شافت ان لازم تحافظ عليه سنة 1914 من 107 سنة استاذ محمود، وعندها هذه القيمة وهذا الإرث الحضاري الكبير. هنروح تاني لمعهد الموسيقى العربية للزميلة سالة حامد ومعها الكابتن زكريا ناصف. طبعا من جديد برحب بك يا استاذ ابراهيم، واكيد بضيفك الكاتب الصحفي الاستاذ محمود صبري، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ومن هنا بالفعل يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك قلت من معهد الموسيقى العربيه، يمكن طبعا معايا واحد من النجوم الكبار، طبعا الكابتن الكبير وعضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي كابتن زكريا ناصف. طبعا كابتن زكريا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا يعني يا كابتن النهارده احتفاليه كبيره وحدث كبير، تكريم اثنين يعني طبعا من اساطير ومن رموز النادي الاهلي الكبار، يعني سواء طبعا دكتور حسن مصطفى او الكابتن حسن حمدي. اهلا بيك يا ساره، واهلا طبعا استاذ ابراهيم واستاذ محمود صبري، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي. الحقيقه انا عايز اختصر ان دي حاجه واحده من الموروثات اللي بتاكد احترام الاجيال لبعضها، وانا يعني محظوظ ان انا اكون موجود في حفل لتكريم اثنين بعتبرهم من ابناء النادي الاهلي، اكتر ما نقدر نجوم نقول نجوم او رموز، هم ابناء اتولدوا وعاشوا وتربوا وكبروا وربوا بعد كده اجيال، ولازلنا بنستمتع بيهم وبنتعلم منهم. ودي رساله بقى، يعني هنا نقف عند الرساله زي ما بنقول موروثات للاجيال، من الاجيال على مدار 100 واكتر سنه، على مدار الاجيال اللي جايه الرسالة واضحة جدا، وتوارث للأجيال وتعليم للأجيال وتواصل كمان، لأن برضو الأجيال اللي بعدينا احنا دلوقتي بنتعلم من اللي قبلنا، وبنحاول اللي بعدينا كمان نديهم اللي احنا تعلمناه. فبالتالي طبعا حدث التاريخ هيتكلم عنه، وأنا أعتقد أن المستشار محمود فهمي برضو خد القلادة، ويعني لسه في كمان نجوم ورموز خدموا النادي الاهلي في كل المجالات سواء في الاداره او في الرياضه. وبالتالي طبعا الدكتور حسن مصطفى وكابتن حسن حمدي يعني طبعا معزه خاصه لان كان مدير كوره، وقبل ما يروح لمجلس الاداره تعلمنا منه حاجات كتير، قدوه ونماذج رياضيه مشرفه مش بس للنادي الاهلي، ده لمصر والوطن العربي والافريقيا، بل وللعالم طبعا، لان الدكتور حسن مصطفى يعني غني عن ان احنا نتكلم عنه عالميا في مجال هاندبول، وقدر ان هو يطور، وشايفين ولادنا الاجيال اللي موجوده دلوقتي بتحقق بعد ما هو عمل النواه بتاعه الهاندبول. فطبعا بشكر بيبو انه بيفكر في سواء الزملاء او الاصحاب او الاجيال اللي هو عاصرها او حتى اللي قبليه، انه يقوم بتكريمه. ولسه ياما هنلاقي نجوم كبار هيطلعوا على مدار السنين اللي جايه، برضه هيبقى فيه رموز، لان هو ده النادي الاهلي، وده قدره ان هو يبقى عنده نجوم ورموز وابناء يعرفوا قيمه بعض ويقدروا يكرموا بعض.
يا كابتن زكريا، سريعا قبل ما اختم مع حضرتك، يمكن طبعا الحدث النهارده والتكريم النهارده ليه معاني كتير جدا، واهمهم طبعا انه بيورينا، يمكن النادي الاهلي طبعا بيعلم دايما جميع الاجيال، سواء الاجيال الحاليه او الاجيال القادمه، معنى مهم جدا وهو معنى الوفاء والعطاء. طبعا العطاء الكبير اللي يمكن اعطاه كابتن حسن حمدي او دكتور حسن مصطفى على مدار السنين اللي فاتت طبعا للنادي الاهلي. عايز اضيف اللي انت قلتيه، بوافق عليه. عايز اضيف حاجة دايما اتربينا عليها وهي انكار الذات. ان محدش بيقول انا، هو اللي بيقول يقول النادي الاهلي الاول، وبعدين يجي بعديه اي حاجة، وبالتالي اسم وشعار وقيمة النادي الاهلي بتيجي من هنا، ان محدش بيقول انا الاول، لا، بيقول النادي الاهلي الاول. كابتن طبعا زكريا ناصف، بشكر حضرتك جدا، واكيد يعني طبعا كلنا هنكون متواجدين جوه، ويعني ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا يا استاذ ابراهيم ويا استاذ محمود، ده كان لقائنا مع الكابتن الكبير وعضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي كابتن زكريا ناصف، وطبعا اتكلمنا عن رايه النهارده في التكريم، ويعني قد ايه طبعا دكتور حسن حمدي ودكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي ادوا كتير جدا للنادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت داخل النادي الاهلي. مستمرين معاك يا استاذ ابراهيم اكيد في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلام ليك يا استاذ ابراهيم، اتفضل. شكرا جزيلا يا سلا، وشكرا للكابتن زكريا ناصف. استاذ محمود، الكابتن زكريا اشار لفكره انكار الذات، ويمكن ديت واحده من السمات البارزه جدا في النمط الاداري بتاع النادي الاهلي. انه ما حدش بدا يتوافد الحضور. دكتور مصطفى الفقي احد المدعوين لحضور هذا الحفل الانيق الكبير، اللي انا قلت لحضراتكم النادي الاهلي من خلال حرصه على اقامه هذا الحفل في معهد الموسيقى العربية بدا وكأنه بيبعث رسالة لكل المحيط العربي ولكل متابعي النادي الأهلي، انه هذا التناغم الرائع جدا في العطاء الفني رياضيا وموسيقيا، مصر فيها معهد الموسيقى العربية من 1914، قلت لك في هذا المسرح الكبير اللي هتقام عليه حفلة اليوم، فيه متحف للآلات الموسيقية النادرة، فيه ايضا متحف للموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، في مكتبة موسيقية تحفل بالكثير من التراث المصري الموسيقي الكبير، علشان يأكد من خلاله النادي الأهلي هذا التناغم الرائع بين الفن والرياضة كفن برضه. بالرياضة، ما هي رياضة فن. هي رياضة مش فن. فكرة إنكار الذات اللي الكابتن زكريا ناصف يتكلم عليها، أنت شايفها إزاي في سمة النادي الأهلي إدارياً؟ لا، ده مواقفها كتير. انت عاوز اقول للساده المشاهدين، انتوا شفتوا مره رئيس النادي الاهلي ولا عضو في مجلس اداره مثلا بيقف لحظه مهندس عدلي سابنا وراح اهو بيتهمني انا سبته ورحت روسيا، هو سابني وراح الموسيقى العربيه. لازم اهو. طبعا ربنا يديه الصحه. ايوه، والحاج محمد عبد الوهاب. ما بتشوفش المهندس هشام سعيد. ما بتشوفش الجزئيه دي، انك انت تلقى رئيس نادي الاهلي وعضو مجلس اداره ينزل على منصه والفريق مثلا بيتوج ببطوله. يعني ايه؟ ويكتفي التسليم. تسليم الكاس في المراسم الرسميه، ويختفي الجميع على المشهد، واصحاب الفرح هم اللعيبه. والجهاز. على فكره، وده انا اقدر اقول لك مواقف، انا اقدر اقول لك موقف في 2008 احنا في جروه. في الكاميرون. ما يتنسيش. كابتن حسن مرضيش ابدا يتصور. لا يمكن يتنسي. وده كان رساله واضحه للكل. وقال كده حسن حمدي بأعلى صوته بعد مع عواقف، ما فيش حد يطلع على المنصه دي غير اصحاب الفرح. اللعيبه والجهاز الفني. لا انا هطلع ولا يقعدوا مجزره ولا اي من المسؤول من الناس اللي واقفه، مش من حق اي حد يعمل اللقطه دي. لانه في ناس دخلت نفسيها في تركيبه الصوره بصوره غريبه جدا. ممكن من حقك تحت، ما حدش بيمنعك، بس ادي لاصحاب الحق يشوفوا فرحتهم الكبيره دي. من الحاجات ما تلقاش دايما تصريحات. احنا بنعاني عشان ناخد تصريح بعد اي مباراه من اي من رؤسائنا دي على الفترات الماضيه اللي احنا شفناها. ايه رايك بعد ما الفريق فاز ببطوله افريقيا، فاز بالدوري، فاز بالكاس، ايه رايك؟ طب نقول كلمتين لما بتكلم الجهاز الفني، هو اللي اتكلم ويقول احنا دورنا بينتهي عند ايه؟ احنا بنوفر كل محرم الرغب، واحد برضه من رموز الاهلي، ايقونه اهلاويه كبيره. طبعا عائله. لا. كابتن محارب راغب تاريخ. لا، جزء من التاريخ. استحق هو المهندس عادل الفيعي في الحفل. استحق هذا التكريم الكبير من مجلس الاداره. طبعا مش عايز كلام يعني. كل واحد ساهم ووقف وعمل في الاهلي هياخد يعني حقه في التكريم. مش عايز كلام يعني. فانا عاوز اقول لك انه ايه،
دي الجزئيه. زي مثلا لما تاخد للدكتور حسن مصطفى في تفاصيل ويتوافد اعضاء مجلس الاداره في الحضور الاستاذ طارق قنديل يا رب والمهندس خالد مرتجي دكتور حسن مصطفى في ناس كتير ما تعرفش تفاصيل لما كان رئيس اللجنه الفنيه ازاي الاهتمام بتفاصيل في اللعبه الكلام ده ما يتمش غير من حد فاهم وحد واعي وحد عنده حاجه بيعملها يعني مش المساله بيعالج اخطاء بيعالج اخطاء يعني احنا دايما بنتكلم على ايه بنقول نفسنا نشوف اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره تيجي تقول لمدربين الدوري احنا عندنا مشكله في الكوره المصريه عاوزين نعالج ايه يا جماعه الكوره العرضيه احنا مش عارفين دايما بتدخل فين في الاجوال عاوزين نعالجها ازاي طب ما فيش حد بينا بيشوط باليمين لا كلكم بتشوطوا بالشمال ما فيش ما هو ده دور اللجنه ما هو دور انك انت بتقيم اي اتحادات كوره على مستوى العالم لما تيجي تسال هتيجي تسال في دور مهم جدا يبقى فيه بلان وخريطه وقياس مستوى ولتوضيح الصوره في الاخر وظهار العيوب والاخطاء والحاجات الايجابيات والسلبيات الزمنيه لما تيجي تتكلم على بطاقه حسن مصطفى حتى اعلاميا حسن مصطفى برضه رغم ما وصل اليه ما خدش حقه بالصوره اللازمه لكن بره بيعرفوا قدر حسن مصطفى قيمته كبيره جدا طبعا حسن حمدي انا بقولك على المستوى الشخصي كراجل متابع ظلم اعلاميا كثيرا جدا صحيح. رغم انه قدم الكثير ولم يتحدث عن نفسه صحيح. يعني ما خرجش يتكلم انا واحد اثنين ثلاثة اربعة خالص. ما يعرفش يتكلم عن نفسه حسن حمدي حسن حمدي يعرف يشتغل ويعمل من اجل هدف واحد انه ينجح المكان اللي هو موجود فيه ودي كانت خلاصه رحله تجربته وحياته سواء مع النادي الاهلي سواء مع مصر لا مش دعوه هو بيشتغل يقدمك يعمل الجهد اللي بيبذله عليك وانت مساله التوفيق والنجاح دي كلام رهان ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيكافئ على المسائل دي على الجهد والعمل الكفو كان ده من رهانه انا ثقت في ربنا هيديني حقي وربنا اداله حقه ونصفه وحطه في مكان ربما لو قعد كتير يفكر فيه مش هتوقع انه حسن حمدي وصل لمرتبه كبيره وشهره كبيره جدا زي ما احنا شايفين. طيب يعني المؤكد ان الدكتور حسن مصطفى بالقيمه الدوليه الكبيره اللي هو فيها والمكان اللي وصل لها بيستقبل في كل الدول اللي بيزورها استقبال الرؤساء والملوك. طبعا مش عايز الكلام يعني بيتكلم على رئيس الاتحاد الدولي ده تولي وصول اعضاء مجلس الاداره الاستاذ العمري فاروق كان قبل منه الاستاذ محمد الجرحي عشان يكونوا برضه اعضاء المجلس في هذا الحدث الاستثنائي المهم جدا لتكريم القيمتين الكبيرتين الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى بقول لك يا استاذ محمود فكره انك انت لما يكرمك بيتك يعني مؤكد ان حسن مصطفى حظي بتكريم كثير جدا واستقبالات كبيره في جدا في كل دول العالم اللي زارها طبعا واستقبل من كبار القاده والملوك كابتن حسن حمدي بعد خروجه من المنصب كرمه الاتحاد الافريقي واختاره افضل رئيس للاتحاد لنادي في افريقيا لكن النهارده الاثنين بيتكرموا من البيت من الداخل لا كبير وبعد وهم بعاد عن المسؤوليه في النادي يعني الكابتن حسن حمدي بعيد من 2014 واعتزل العمل العام تقريبا يعني هو عازم تماما على ان هو يقرب من المجال الرياضي الثاني الا كمتابع ومحب للنادي الاهلي ثم الدكتور حسن مصطفى التكريم من داخل البيت رايك في ايه تكريم من داخل البيت انا شايف انه اتاخر اتاخر كان يتم التكريم من سواء من المجلس الحالي او من المجلس السابق لانه في البدايه وفي النهايه بيحكمك حاجه واحده بس مصلحه الاهلي اي مجلس اداره بيحكمه رهان الاساسي ان انا ببص كراجل متابع لما تولى رئاسة بتولى انه ادى للاهلي ولا ما اداش سلم الرايه باخلاص ولا ما سلمهاش حتى لو كانت المسائل بتبقى فيها سواء انتخابات او غير انتخابات لكن في الاخر الراي بيحترم راي الجمعيه العموميه في اختياراتها دايما الجمعيه العموميه في النادي الاهلي بيبقى لها رايها واضح مش محتاج انك تملي عليها ولا توجهها ولا تملك انك انت توجهها سواء انا سواء غيرك سواء اي حد لانه خلاص يعني مجتمع مثقف المجتمع المصري بصفه عامه اصبح لديه الوعي اصبح لديه الاختيار حسن حمدي كان يستحق انه يتكرم قبل كده كمان لانه هذا الرجل بذل جهد ربما في حاجات ما ينفعش تتقال في حاجات بنحتفظ بيها وهو يحتفظ بيها لانه الاهلي مر بتجارب ومر بمواقف كانت فيها ليها رجاله وقفوا استاذ محمد الضماطي طبعا وقفوا وادوا ما عليهم فانا بقول لك لما يجي لك التكريم من بيتك بيبقى لها فيها شجن وفيها حاجات يعني انت نفسيا بتبقى مش مصدق حسيت انك انت تعبت وبذلت مجهود الوزيرين السابقين الدكتور علي الدين هلال والدكتور صفي الدين خربوش ده من النهارده حفله ذات قيمه مش حفله وبس يعني لا حفله بقيمه الاهلي
أيوة. حفله بقيمه الاهلي والرمزيه او الرمزيه لا ما آه. قيمه الاهلي ايوه قيمه الاهلي في اختيار كل حاجه آه. اختيار الوقت اختيار التوقيت في اختيار المكان في دعوه الشخصيات يعني مش اي حد جاي هيكرم لا لا ده التكريم يليق برئيس التاريخي للنادي الاهلي وبالدكتور حسن مصطفى الرئيس التاريخي للاتحاد الدولي لكره اليد بامانه شديده واللي اللعبه شهدت فيها فتره من فترات على مستوى العالم فترات جيده جدا ورائعه وظهور قوى جديده جدا في لعبه كره مصر لما توصل لترتيبها السابع والسادس والخامس والرابع والثامن يبقى عندك طموح وقربت قربت خالص انك تدخل ما بين الاربعه الكبار وهيجي الوقت اللي هتبقى من ضمن الاربعه الكبار شوف لعيبتك موجودين فين ومحترفينك فين وبدات العمليه يبقى في عندك قاعده كبيره جدا ويمكن انت خلاص اصبحت في افريقيا مسيد رقم واحد دلوقتي بالنسبه للعبه في السيطره موجود النادي الاهلي والزمالك وانديه الدوري عندك فرصه عندك حاجه كبيره جدا على فكره فانا عاوز اقول لك انه التكريم من البيت بيبقى معناه كبير جدا ومعناه معنوي بالدرجه الاولى احاسيس ومشاعر مختلفه انك انت الناس اللي اشتغلت معاهم والوفاء مهم جدا في ظل الوفاء في ظل يعني مش عاوز اقول زمن لا في ظل وقت صعب جدا نادر فيه الوفاء والاوفياء فاعتقد ده وفاء من المسؤولين في النادي الاهلي بقيمه الحسنين ويمكن كابتن حسن حمدي وقربه من النادي الاهلي والدكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحاد الدولي وعلاقته بلال لكن بامانه شديده تكريم مهم جدا تكريم في وقت مناسب بغض النظر عن اي حاجه احساس انه احنا بتقول لهم شكرا على اللي انت عملتوه على اللي انت قدمتوه على كل النصائح اللي انت عملتوها واعتقد لسه ربنا يبارك في اعمارهم ولسه هنستفيد منهم ويتعلم منهم لانه عندهم الكثير اللي قدموه للأهلي وللرياضة المصرية ودي فكرة تواصل الأجيال حتى كابتن زكريا نصف هو مع سالة حمد يعني قال لك احنا تعلمنا من الكابتن حسن حمدي من واحنا بنلعب ولازال كل التجارب الكابتن حسن حمدي ملهمة لكل الإداريين اللي بيشتغلوا يعني لو جيت تتكلم على لغاية دلوقتي الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو مدير للكورة يذكر ازاي الكابتن حسن كان حريص انه سيد يدخل عضو في لجنة الكورة حتى لو مستمع يعني دخل في فترة سيد وهادي الاثنين كانوا منسقين للكوره ده اللي احنا اتفقنا عليه بالزبط. اللي هو تواصل ايه وفضل تواصل لك شفت انت ايه عندك بتبني اجيال للمستقبل بتقبل اي ما انا بقول لك اهو بتقول لك تعالى خد اقعد في الحته دي ما بتشترطش ولا بتتشرط انك انت عايز ايه تبقى المدير من اول لقطه لا مش لازم تتعلم هي الناس دي جت على طول مسكت ولا بدات من الدرجه الاولى بالزبط. من الدرجه الاولى احتك ووصل خد من ده وتعلم من ده وقعد مع ده واستمع لده وشاف ده بيتصرف في موقف ازاي كل ده بص لما تيجي حتى تمسك منصب مدير الكوره من وقت صالح سليم مرورا بكل الشخصيات وحسن حمد واحمد سقراط وبص وعدي بقى وصولا من احد يعني اللي حطوا مدير الكوره حطوه كابتن احمد طلع عليه كابتن ثابت البطل مدير الكوره الاشهر في تاريخ النادي الاهلي من الناس اللي هم ما تنسيش خد بقى طلع بقى بعد كده هادي خشبه وبعد كده سيد عبد الحفيظ بص وائل جمعه وبعد كده هيجي وقت يرجع وائل جمعه وهيجي وائل عبد الصادق وعلاء نسيتنا نسيت صاحبك انت عندك واحدة دي ايوه برضه من الناس اللي اتظلموا دول وكابتن محمد رمضان كابتن محمد رمضان لا دول من الناس المحترمين جدا صحيح. اللي برضه ظلموا برضه يعني اتظلموا ولكن كانوا بص وما زالوا وهيبقوا اكثر اخلاصا وحبا للنادي الاهلي هي دي المدرسة مدرسة الإدارة طبعا ده المقعد يا جماعة اللي نبخ من خلاله الكابتن حسن حمد يعني الراجل تألق كمدافع وزير للدفاع لكن أول مقعد جلس عليه الكابتن حسن حمدي إداريا بعد الاعتزال مدير الكورة ومن خلاله ظهرت كل مواهبه الإدارية ده تاخد لقطة 85 إيقاف فريق بالكامل فريق في الكامل حد يقدر ياخد القرار ده قرار صعب جدا قرار إنه يدخل يقول لمجلس الإدارة 1 2 3 4 بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني أهو بيستقبل كمان بحفاوه وطبعا الكابتن سيد سبقه موسيماني يعني يعيش زخم قيمه الاهلي ووهج الاهلي طبعا 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 والناس منتظره منه كتير وشايفينه مشروع مهم جدا محتاج عمل محتاج تركيز محتاج جهد محتاج تحمل صبر لان المساله مش سهله مش في يوم وليله هتعمل اللي انت عايزه لا يعني انت خطيت الخطوه المهمه انك انت كسرت الحاجز النفسي
أيوة. جبت 2 دوري ابطال افريقيا في وقت صعب، وجبت ثالث عالم، وجبت سوبر في ما فيش نفس. فطبيعي جدا الجمهور عاوز كمان اللقبين بتوع افريقيا دول في 8 شهور، في 8 شهور كمان قايمه واحده يعني. حاجات لا حاجات غريبه، لا حاجات يعني سبحان الله توفيق ربنا يعني. لا فالناس ايه، جمهور الاهلي جمهور ما بيشبعش، جمهور متعود ان هو على طول عايز بطولات، مستني، عاوز بطولات وعاوز اداء وعاوز قوه، فلازم هو كمان يتفاعل بصوره انك انت ايه مطالب بتجديد الدوافع، مطالب بانك انت تقدم الوجوه الجديده اللي هي تاخد فرصه عشان اللي تعبوا يريحوا شويه، ومن عندك محتاج انك انت انطلاقه قويه جدا. اتمنى ان شاء الله هو هيكون حريص عليها باذن الله تعالى، بدايه مباراه العوده في دور 16 يوم السبت ان شاء الله. وحتى انطلاق الدوري الجديد عنده 3 مواجهات صعبين جدا، هيبقوا رهان قوي عليه وعلى الفريق وعلى اللعيبه، ان هم لازم من الاول يوجهوا رساله انه اللي حصل السنه اللي فاتت في مسابقه الدوري مش هتكرر تاني، لازم لعبتها بواعية كده وعارفة كده، والجمهور متابع ومنتظر يشوف الفريق بشكل طعم طيب مختلف. توقيت التكريم انت اشرت لحاجة مهمة، اختيار المكان له دلالة ورسالة. التوقيت كمان انه الاثنين، انا كنت عدي شارع عند الهرم ضعت عليك، انا بقول لك المهندس عدي بعنا في الوقت اللي احنا جنبينا هناك. انا كنت اول مرة تبقى حاجة جنب الهرم وما تروحش ما راحش. التوقيت والاختيار المكان ذكي جدا على فكرة، صحيح يعني، والناس كلها هتوصل في وقت كويس جدا يعني. التوقيت كمان الوقت، وبكره اجازه. ايوه برضه دي جزئيه برضه، والمكان نفسه هيستوعب قيمه المكان نفسه من قيمه التاريخ، تاريخ الاهلي. أيوة. من قيمه كبيره جدا. الاهلي والمؤسسات الكبرى دي بتبقى ليها دبلوماسيتها الناعمه. ايوه دبلوماسيتها اللي هي ممكن حاجات تانية ما تحققهاش تحققها بالرياضه او الفن. بيبقى لهم تواجد، بيبقى لهم علاقه، ودايما المجتمع بيحترم الكيانات الكبيره، بيهتم بيها. للناس اللي ما تعرفش، سافر بره وشوف الاهلي لما بيسافر بره وبيشارك في بطوله، شوف الفتح بيبقى عامل ازاي، شوف الاستقبال بيبقى عامل ازاي، شوف الكلام عن الاهلي بيبقى عامل ازاي. حدوته يا جماعه، حدوته كبيره جدا على فكره. و يعني التكريم جه في وقته، ولقطه مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته لتكريم قيمتين ادوا واخلصوا في مشوار حياتهم بقى من اشتين. طيب محمود صبر الصحفي، لو في هذا التوقيت بتعمل حوار للكابتن حسن حمدي، ايه اكتر سؤال يلح عليك نفسك تساله له؟ سؤال واحد. انا عارف ان كان في اسئله كتيره، وكان يقول لك مش وقته. سؤال واحد بس. ايه اللي وقته دلوقتي تساله له؟ كنت اساله على قرار من القرارات اللي كانت صادمه فتره، ساعه قرار حل مجلس اداره الاهلي، ف القرار اللي صدر وقتها من الوزير وقتها الكابتن طاهر ابو زيد. كنت عاوز، لان وقتها حسن حمدي شفت حد تاني، شفت الشخص الهادئ الجميل تحول فجأة إلى أسد جسور لا يقهر، إنه حس إن الأهلي تمس، إن الأهلي تمس. في هذه اللحظة رفض يكلم أي حد على فكرة. كابتن حسن وقتها قال لهم أنا هعمل لائحة وهحط فيها الثمان سنين، انا يعني انا اللي همشي، انا بس المجلس انا بكلمك اهو. دي من الاسئله كنت عايز اساله وقتها احساسك ايه بالقرار نفسه، كان شكله عامل ايه؟ لا انا شفت الشكل يعني. انا شفت المنظر والتعبيرات الوش كانت عامله ايه، والموقف والناس الموجوده في النادي اللي جت فجاه الساعه 3 العصر، النادي الاهلي ده بقي خليه نحل فجاه. اللقطه دي كانت مهمه جدا، ولما حتى تم اجباره على انه بالموضوع واللائحه اللي خدنا فيها فترات روح وجاي ونعمل الثمانية ما تطبش ثمانية، وهو شعر في الاخر وقال الهدف انه حسن حمدي يمشي. قال كده. قال كده في عهد العداد كده بنفس الهدف، ان انا امشي فانا همشي. فانا همشي. واعلن الراجل بعدها حتى اعتزاله العمل العام، وعلى فكره وحتى لما خرج من الاهرام على سن المعاش رفض كل المحاولات من الاهراميين القدام، ان وصلت الناس عرضت انها تروح له البيت تعتذر وتقول له ارجع عشان خاطرنا كمل معانا. قال لا مش خلاص.
ولما عرضت عليه الآخرين أنه هو يعمل اشتغل بعيد عن الأهرام، قال اللي لعب سمى كده الأهرام كده، قال اللي لعب في الأهلي ما ينفعش يلعب في حتة تانية، يعني كأنه وصف الأهرام بالأهلي. قال اللي يلعب في الأهلي ما ينفعش يلعب. كابتن حسن وانت برضو راجل أهرامجي، فدي نقطة مهمة جدا. كابتن حسن، الناس اللي ضده في النادي يقول لك كان بيجامل الأهرام على حساب الأهلي، والناس اللي ضده في الأهرام يقول لك بيجامل الأهلي على حساب الأهرام، وفي الحالتين الكابتن حسن حقق للكيانين الكبار دول أعلى فائدة ممكنة. المفاجأة اللي كانوا بيقولوا هنا في الأهرام إنه عمل كذا في كذا، بيعضوا الأنامل بعد ما مشي، وشعروا وناس منهم كتير تكلم معايا وشعروا بغلطتهم وبقيمة إن هم ما انصفوش، وتم خداعهم بآراء مضللة من أشخاص بيصفوا حسابات مع كابتن حسن. لا يمكن. هو في بعد تصريح الأستاذ مرسى عطلة رئيس مجزرة الأهرام عندما سئل في هذا الأمر وقال ما فيش حد يقدر يعمل كده، يعمل مصلحة ده يفضل مصلحة ده على مصلحة ده، كل واحد مؤسسة أنت مسؤول عنها. كم من استزاجة تقول لي أنه كابتن حسن بيجامل الأهلي عشان الأهرام، ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ مرسى عطلة اللي هو كان رئيس الزمالك رئيس الزمالك بيقول الكلام ده؟ يعني شوف انت، لا عشان تعرف انه الناس دي لما وصلت لهذه الاماكن وصلت رجال دوله، ما يقدرش وهو هيعمل الكلام ده، ما فيش حد بيراقب يعني. يعني ما فيش حد بيتابع يعني. زي ايه؟ خد زي العباره اللي اصبحت كانها تاريخ جدا، انه وكاله الاهرام الاعلان هي اللي مثلا عملت في نادي الزمالك وصلت، والناس نسيت انه نادي الزمالك خد، وهو او وكاله الاهرام بترعاه خد 11 بطوله، منها الاهلي منها 3 دوري والدوري خسره الاهلي قدام الاسماعيلي وخدوا افريقيا. شوف عدم الانصاف والتضليل والشحن بصوره او باخرى، الهدف عارف منها ايه؟ هذه البذره صنعت وترعرعت بايدي الخبساء اللي هم ما قدروش يصلوا للاهرام او للنادي الاهلي، فارادوا ضربهم بشق بتشويه اخر واللعب على وتر في غايه الخطوره. البعض اقتنع، والعاقل والفاهم والقارئ الجيد يعرف ان الاهرام كانت همها مصلحتها في الاول انها تكسب طبعا عشان حقوق الناس اللي فيها طبعا ماشي، وانه النادي الاهلي مصلحته انه يجيب عقد رعايه. عايز اقول لك ان في الفتره دي حتى يعني امين الصندوق الدكتور محمود بجنيد الله يرحمه كان بيقول لي بص، مجرد ما بنطرح كراسه الشروط كابتن حسن ملوش دعوه بالموضوع، سايب الموضوع في الترسية بتاعت مزايدة الرعاية لأمين الصندوق الدكتور محمود بجنيد. المجلس متارجت حاطط أرقام معينة نفسه يوصل لها طبعا. المجلس كله برئاسة الكابتن حسن طبعا. إنما اللي بيدير المزايدة واللي بيوصل لأعلى سعر لصالح النادي هو دكتور محمود بجنيد، هو أمين الصندوق طبعا طبعا، واخد بالك مش عايز كلام. واللي عايز يحقق التارجت وياخد المزايده في الاهرام عليه انه يدفع، عليه انه يدفع، وكان الاهرام في كل عقد بيدفع الضعف اللي كان بيدفعه. انا بكلمك عليه اللي بيدفع، يدفع 5 السنه دي، العقد اللي جاي يوصل ل10 يدفعه. انا بكلمك وكنت بتاخد فلوسك في توقيتاتها ومحافظ عليها، والناس كلها حتى الانديه كانت بتتم رعايتها، كانت بتاخد وفلوس. وليه كانت الناس مرتبطه بالاهرام في الفتره من الفتره اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ لانه كان كل واحد بياخد حقه في وقته. اللي يمكن افضل ميزات طبعا، ودي كانت من افضل ميزاته. وعلى فكره حتى لما الفتره الصعبه اللي مرت بيها البلد بعد 2011 يمكن لغايه 2011 حتى ما جه استاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الفتره دي صعبه جدا هي اللي في بعد كده الامور تبدلت وظهرت ناس ثانيه واخذت صحيح. لكن عاوز اقول لك انه ناس كتير ظلمت الكابتن حسن في هذا الموضوع وظلمت النادي الاهلي وظلمت الاهرام. والامر ظهر ليها، خد بالك حاجه، كابتن حسن بعد عن النادي في مارس 2014، يعني من 7 سنين. في ال7 سنين دول حق رعايه النادي الاهلي الامتياز ما بتاخدهوش الاهرام، لا بتاخدهوش، ومع هذا قيمته اضعاف ما كان يدفعه الاهرام جدا طبعا. ودخلت فيه الاهرام في اخر، ودخلت الاهرام، دخلت فيه الاهرام وحاولت توفق، وصلت لرقم، وصلت كبير، وصلت لرقم ما قدرش تحصل عليه. انا بامانه شديده فاللي انا عايز، ما هو ده بيرد على ايه يا استاذ ابراهيم؟ بيرد على كل ده، بيرد على الحقيقه اللي احنا بنقولها، انه الهدف هو تضليل، الهدف هو تسخين، الهدف هو تشويه، مفيش منطق ومفيش ضمير. يعني اكتر ناس، الغالبيه مش الغالبيه، البعض يستخدم ورقه النسيان عند الناس، يعني يقول لك ايه يا عم محدش فاكرني بقى، الذاكره بقى مش فاكر بتاع ده اتعمل برنامج مخصوص
على مدار 4 سنين كان هدفه هو وكالة الهرم الإعلام. برنامج مدفوع الهدف هو النيل من نقاط الهرام وكابتن حسن والنادي الأهلي وتشويع عشان نأكد إيه؟ عشان أبرر لك خسائر البطولات جاية من فين؟ ما لازم أجيب لك طرف ثالث بيلعب في الدور عشان أقول إن أنا راحت الدنيا مني فين؟ بالسبب ده. فهو ده فدي من الحاجات اللي بأمانة شديدة. دكتور أشرف صبحي. وزير الشباب والرياضة بوصوله. الكل في استقبال كبار الضيوف والشخصيات عشان يكتملوا الحضور وتشوفوا حفل يليق بالنادي الاهلي. الحقيقه الاناقه والشياكه والمستوى اللي عليه الحدث والمكان بيبعث رسائل كتيره يا استاذ محمود. طبعا مش عايز هكذا يكون النادي الاهلي. لا طبعا. وهذه هي قيمه النادي الاهلي. والاهلي على فكره راح يستحق ان يكون في مكانه برضه احسن من كده برضه. على فكره. طبعا. كل ما انت بتروح في حته تانية تكتشف ان انت تستحق الافضل. تستحق الافضل. تستحق الافضل بايه؟ باخلاص ولادك وابنائك وانه يزدادوا ثقه وايمان بربنا سبحانه وتعالى ان هم توجدوا في مكان يستحق منهم مزيد من العمل. بينتموا الوطن لا يعرف سوى العمل والجهد العرب. الاهلي جزء لا يتجزا من الوطن الاكبر مصر. الوطن الكبير هو ده اللي بيجمعنا. الوطن الكبير بيقودوا فكر ورأي لا يعترف إلا بالعمل والجهد الكبير. الأهلي يستحق في النسخة الجديدة مزيد من العمل للذهاب إلى الطموح الأكبر والوصول إلى العالمية. ووصول الكابتن حسن حمدي طبعا يستحق هذا التصفيق. نروح لمعهد الموسيقى العربية وهذا الاحتفال الذي هو الحسنان الدكتور حسن حمدي الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي الاثنين جايين مع بعض علشان يكتمل هذا الحضور ذات القيمة العالية جدا في معهد الموسيقى العربية. وهنطلع إلى معهد الموسيقى العربية وحفل القلادة الذهبية لرمزي الأهلي الكبيرين الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. إلى هناك.